ايش اللي اعطل الله بارك عليه لا تزيدوا هذا هو اللي بيبيعنا الجزء على قلك العام جاي 240 يا اخي ما كيف الدم ما قدرتش معك بالريال 240 ما هذاش راك قلت لنا انت دين سنه طلع عليه تقول لي لا بغيتي تاكل ما بغيتش نديرك بزز عليك ما نبز عليك بشي حاجه اخرى وين دامين وين شوف وين ترى كاين صباح الخير عليكم مرحبا بكم متابعينا متابعي قناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر يعني الأثمنة صاروخية وغير معقولة واليوم غالبا ما فهموش شنو سبب هذا الغلاء يعني متى يوصل اليوم اللحم الأحمر يعني اللحم الأحمر البقري 140 درهم حتى 150 درهم الغنمي وصل يعني حتى هو يعني الأثمنة ما يمكنش تخيل 160 درهم الدجاج 26 درهم والله يسمح لشي وحدين يعني لبعض اللي تبيعوا الدجاج اللي وصلوا 30 درهم الحوت يعني الـ كما تنقولوا شحال تقريبا السردي 15 السردي 16 درهم 18 درهم يعني ما باقيش فهمنا يعني شنو هو السبب هذا الموجة ديال الغلاء خصوصا في فصل الصيف وحنا على ابواب بالضبط يعني الناس بدات يستعدوا باش انهم يدخلوا وليداتهم المدرسه يعني يلا خرجنا من عيد الاضحى يلا خرجنا من بزاف ديال الامور يعني الناس ما بقاش فهموا السبب ديال الزيادات وهذه الاثمنه الصاروخيه في المواد الاستهلاكيه الاساسيه للمواطن حتى الخضره حتى هي وصلت واحد الاثمنه ما يمكنش انها تتخيل فما عرفنا شنو هو الاسباب فعوض انه ما يكون واحد تحديد للاسعار لائحه الاسعار واللجان ديال المراقبه يقوموا بالدور ديالهم على مستوى الاسواق الله يحسن العوان يعني تنعرفوا بان عدد قليل يعني تلقى اربعه الموظفين خمسه ولا ثلاثه الموظفين على مستوى العماله تخصو انه يجول مساحه كبيره يعني يضر على واحد التريتوار كبير فالله يحسن العوان على العموم اذا غادي نستقبلوا السي حسن الرامي كما دائما عودناكم دائما تيتحدث معنا بلسان الحقيقه ولا شيء سوى الحقيقه ويقول لكم اش واقع بالضبط في الظروف سي حسن صباح النور اخويا كي داير لاباس عليك كنضحكوا فوق القلبيك الحمد لله الحمد لله اش غادي ما دير بالزمنك اخويا يعني في الاول في الاخر يعني قبل ما نطلقوا هذا المباشر قلت لي حنا المتضررين الاولين حنا مولين المحلات تنبيعوا بالتقسيط يعني بالبركه حنا اللي تنضروا قبل من المواطن فعلا شوف دابا نضروا للمواطن ولا البيع والشراء من جهتي وحتى الكساب راه مضرور راه ماشي زعما نقولوا راه حتى هو ضربه في العين العورة حتى كان بعد الكساب مساك الله يكون في العون راه مشى لهم كلشي راه البعض فيهم هو اللي تقل من هذا الشيء من هذه الموجات الحراره وراك ترى حتى هما راك الله عصر والحمد لله كي كتشوف حنا راه دابا الدجاج خدام كتجيب لنا مزيان واحد 100 كيلو ولا 150 كيلو راه كدوز معاها حتى تكملها في النهار ديالك وكتصور واحد البركه ديالك واحد الدريم ولا درهم ديالك في الكيلو وتمشي فيها لازم لان كي كتشوف بعض الناس كيقول لك كتسمع هنا وهنا وهنا كيقول لك الثمن قد وقد هنا قد وقد هنا عندنا في المارشي كاينه 26 درهم 27 درهم 26 درهم 27 درهم هي اللي عندنا في المارشي هنا يعني وانت كتشوف شتي في السوق بعينك وكل شيء كتشوف بعينك وهي اللي معلقين حتى في الطريفه ما بلاص اخرى كيقول لك كاينه 28 30 الله اعلم اخو الناس الله يهديهم يعني كاين الناس اللي تيتلعبوا بالاسعار لان هذا الشيء كاين اسباب عده اللي خلات هذا الشيء تيوقع لان السبب كتشوف الناس عليكم السلام ورحمه الله الناس ديال المراقبه خارجين دابا كونجيات المسائل وحتى الناس هذوما اللي كيحسوا بهذه المسؤوليه الله يهديهم هاد المهم المحلات كيبداو يرتفعوا في الثمن ولكن هذا الشيء راه ما خدامش هذا الشيء راه مزيان خصهم يعطيو راسهم المعقول الانسان اللي كيدير الثمن ديال واحد الصرامه هذا هو المهم الانسان خصو ماشي دروك الدجاج اللي تيدير 26 27 درهم وما تيبيعو 30 درهم كل ساعه راه العقليه اللي ماشي هي هذيك لان المواطن عرفتي مسكين ضعيف المواطن راه الجيب ديالو خاوي وتعاود تزيد انت تكمل ليه اللي بقى راه حشومه عباره هذا الشيء كيديروا هاد الناس هادو كيحسبوا الدجاج 30 درهم راه بزاف 26 27 الله يجعل باغي ديتي واحد درهم ونص ولا 2 درهم ديال الله يجعل البركه والوقت فاش يكون فين دير 2 درهم 3 درهم دير ولكن دابا هاد الوقت هاد الدجاج غلا وتزيد هذاك فين بغيت توصل
ملي دير 30 درهم فرج ديال جوج كيلو جونسي دير 70 درهم 80 درهم. نعم طرق لكم كما في السوق. احنا ما عندو باش ما عندو باش يطر عندنا حنا والو عندنا الكريم اللي كيجي كيسوق كيقول لك بشحال كتقول لي كيقول لك عبر ليا كيسمعوا في هذه البلاصه 30 درهم ملي كيوقف عليك انت كتقول لي 26 30 27 كيقول لك عبر ما باقيش كيزيد معاك الهضره لانه سمع واحد الثمن غالي في واحد البلاصه جهه اخرى. ملي كيوقف عليك انت كتقول لي الثمن كيقول لك جايب الفرحات عليه كاع ما كيبغي يدي كيولي يدي ملي كيشوف ناقصي في الثمن. المغاربه الله يحسن العوان مراكش والله كيشوف 10 دراهم ناقصه راه كيطيح فيها. تقول بسم الله واه 10 دراهم ناقصه راه كيتزعموا. الله يكون في عونها هذاك الشيء هو اللي بغى ينقص راه بغى يزيد شي حاجه اخرى. ما شاء الله. سي حسن يعني هذا الشيء الناس يعني تيسمعوا بانه كاين الحراره الناس ديال الكور ينقصوا في السلعه يعني وقت ذاك العدد الكبير اللي تيربحوا ديال الدواجن باش انهم يوفروا في الاسواق. يعني هما الناس يقلبوا على الحلول شنو هو الحل باش انه السوق يكون فيه الاستقرار في الاثمنه؟ واحد الاستقرار في الاثمنه هما هاد الناس المربيين. بغا يزيدو عام زين ولكن ما غاديش يدير كثر من قياسو دروك. ما يقدرش دابا. إلا ما بردش الحراره ما غاديش يقدر. اش كيجيب هذا الشيء دابا هما ديما كيديروا شهر 7 و8 كيديروا الاحتياط ديالو. ما يمكنش الكل يهز 50,000 دجاجه يدير فيه 50,000 دجاجه. كيهز 50,000 كيدير فيه 20,000 ولا 25,000. 50% كيحيد هو ديال السلعه. باش ما يوقعش فيه مشكل. وكيوفر ليه كل شيء وكل شيء وناقص الطوناج ديالو ويا ربي يجيب داك الشيء هو هذاك. انا ولدي راه 50,000 وزاد 50,000 الدجاجه ملي كيكون صغير ماشي مشكل ملي كيبدا كيكبر راه كيشد واحد المساحه. ما يمكنش هو يدير واحد المساحه في المساحه باش يربي الدجاج. وكيدير كل واحد دابا راه كيتقام عليه بالثمن. ما شاء الله. هاد الكوره طيح بالثمن دابا. فسميتو في التربيه ديال الدواجن باش بطبيعه الحال باش ما يموتليش الدجاج في هاد الحراره. ما شاء الله. واش يصبر الدجاج بلدي يصبر ولا؟ الدجاج بلدي كاع ما كيحس بالحراره. راه بحالنا المراكشيين كتخرج فيها تدخل فيها عايش فيها خدام فيها داير فيها كلشي كنشوف واحد براني كتلقاه سخفان انت الحمد لله اذا كتخرج فيها تدخل فيها ما حاسس بوالو كتمشي تضرب واحد الدجوجه تولي اون فورم بخير الحمد لله راه الشيء اللي كاين بحال الدجاج الرومي راه الدجاج الرومي راه ما كيستحملش الدجاج الرومي كتبدا فيه 25 درجه كيولي كيبدا يموت يوصل 35 35 في الكوريا كيبدا يموت لهم عرفت هما كيديروا دابا 50% ديال الشارج باش ما يفوتش واحد العدد ديال الحراره ودابا ملي كيديروا كاع الكليمات وكيديروا الشاشات ملي كيكون الضغط كثير ما باقيش كيتستحمل هذاك الشيء. لانه هو تيجمع واحد درجه الحراره كبيره. هو كيعطي السخونيه بزاف الدجاج كيعطي السخونيه وذاك الغبار ديالو وذاك الغبار ديالو كيعطي سخونيه اخرى. هذا هو السبب ديال الدجاج باش كيوقع له المشكل. وفي نظرك غادي يبقى مستمر هكا الحال؟ فعلا غادي يبقى مستمر واحد الشهر ولا شهر ونص. عندنا بعدا شهر 8 وشهر 9 غادي يمشي هكا. غادي يمشي بهذ الاثمنه. شهر 9 عام زين الاول ديال شهر 9 ملي برد حد شويه غادي يدخلوا الناس الشارج غادي يبداو لك الاول ديال شهر 10 ان شاء الله يبان لك الغلا ديال شهر 9 نص شهر 10 تقريبا نص شهر 10 ان شاء الله نص شهر يبان لك الساعه تدخل مزيان لا شوف احنا بينا يرخص اي وقت ما احنا ما كرهناش يرخص من دابا لان احنا اش بينا بينا المواطن مسكين المواطن ذاك الفقير اللي ما عندوش هو اللي بينا هنا خصو ياكل الدجاج ماشي مسكين مشى لقى اللحم غاليه يلقى الخضره غاليه قادي غاليه حتى الدجاج لقاه غالي. وكاين شي عراسات كاين شي واخو ما شنا لا عراسات لا والو حنا دابا. تلاقينا مع شي واحد خدامين في العراسات قال لك ولدي جيبوا العرس على شحال دابا. وهذا هو المشكل. دابا راه كلشي مريح راه ما كاين لا عراسات. كلشي غالي. كلشي يمشي يتزوج دروك. يضربوا الله. واش راه مزيان العرس دابا بغيت تخيم لك ساهل. والله العرس راه ماشي ساهل دروك. واش هو يتزوج ويكمل بالكريدي. جاب مرا بالكريدي راه ما يمكنش. الله يجزيك. ما فيه بوي نهار الديبار هو في الكريدي راه قاضية حامضة. والله يصاوب مع الدوز. الله يفاجا من دوز. اسمع الدجاج بلدي شحال داير؟ البلدي اخويا داير 60 درهم 65 درهم. ما بقى والو يزعم بنادم ويدي بلدي. واه دار بلدي راه هضرة أخرى. إذا كان بغي يخسر 4 مليون 5 ولا خسر 10. هذاك الشيء اللي كاين. والكروازي اخويا داير 50 درهم للكيلو. وهاد الدجاجة هادي داير أنا مزي شي 30 درهم من البياسة حتى 25 درهم من البياسة. البياسة كاملة. 25 درهم حتى 30 درهم هاي. شهر ونص. الحمد لله شي باس ما كاين. الدجاج الرومي هو اللي كيكرفس الصاد بزاف. ما شاء الله. هذا هو السبيل. مرحبا. نهار كبير اخويا الله يبارك فيك. امين امين نهار كبير اخويا صاي صاي. وخلي لك صحيحتك شكرا لك بزاف سي عسان. اذا كما تابعتم معنا هذا الحقيقه وهذا اللسان الواقع يعني الدجاج 26 27 درهم للكيلو كاين بعض الناس يعني بعض الموالين البائعين الدجاج اللي توصلوا حتى 30 درهم تيحاول انه يربح 4 دراهم في الدجاجه وللاسف هذا الشيء المضاربه بالاسعار
الطرق اللي ما ليهاش حدود. حتى يعني اصحاب المحلات تنشوفوا حتى المواد الاستهلاكيه مال الحوان حتى هما تلقاهم زايدين درهم 30 ريال في البياسه. وهذا الشيء اللي تيدفع للتساؤلات كبيره بطبيعه الحال على المراقبه. يعني شحال قدوا بعدا المسؤولين بالنسبه للمراقبه باش انه يديروا مجهود في هذه الامر هذا. فتنتمنى ان تكون شي مراجعه على هذا الشيء ديال الاسعار، وانه يعني يكون شي اجتماعات مسؤوله المسؤولين على راسهم الحكومه بعدا هي الاولى، يعني يديروا شي اجتماعات في هذا الاطار هذا باش نشوفوا يلقاو شي حلول بالنسبه للمستقبل. لانه كانت توصيه واضحه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب الاخير، يعني ندره المياه غادي تكون المراعاه بطبيعه الحال، غلاء الاسعار يعني قله المواد الغذائيه بصفه عامه على مستوى الاسواق. فاليوم خص يكونوا استراتيجيه واضحه للحكومه باش انه المواجهه هذه الظروف الصعيبه اللي تتمر فيها بلادنا. والله يرحمنا بشويه الشتاء السي حسن، اللي ما شويه ديال الحال مقلوب شي شويه، وكان شي شويه ديال الشتاء تتنقد شي شويه، تتنقد. اللهم حنا بنا هادشي فوقيتا ان شاء الله. اذا ما بقى لي نشكركم، شكرا لكم متابعينا، الله يفرجها من عنده ويدير شي تاويت الخير في هذه الظروف في هذا الوقت هذه، لانه في الاول والاخير يعني الطبقه المتضرره هي المتوسطه والصغيره في كل الاحوال، حتى البرجوازي يعني الناس اللي ميسوني شي شويه راح يحسوا بالصاد ديال الغلاء والاثمنه اللي ما يعني غادي وتتزاد يوم بعد يوم. وكنشكركم، شكرا لكم، الى بث مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي.